شو ولا هذا مصطفى راك شو جوري انك خرجت ما ابن عمي تعالي مات مات لي موغ مصطفى خويا ماك تشوف ابن عمي جوري انك خرجوا كاع خرجوا هاد السكة تاعك راك باغي هما تاني يستشفوا فينا اروح دخل داخل دخل داخل مصطفى خويا ما يدخل هاذي مات البارح برك دار زعما مات مات يا مات كيما مات يا مات شوف مات قلت لي ايه تبغي تلعب هذه يا تلعب هذه هنا ولا ماسكي هذه عين اصبر عليها مات مدخل الصحراء مصطفى ما ماتش
مات. أما لي هاد واحد طلع نشوفه ومطلق. صبا كتش بحال هاد ربما بيضع الشحالي قولوا ما دخلش روحي ولا اطلع اطلع وليك ما دخلش روحي هنا حميد راه برد طيب صوت حميد لا مشي ليلة غدوة مور فيفا فطرتو قولي ها روح تفطر صاحبي ها هو قاعد لك كلمة صوار أنا روح تفطر صاي مات روح وزيد الطلبة قوم فيرمي مع الطلبة على بالك بلي يخدموا جردلو هيا عادي مع خويا عادي شخليت حازم شخليت خليت اربع حوانيت شخليت يا شخليت يا حازم شخليت اربع الوطن يا شخليت حازم خويا حازم خويا حازم خويا قرعنا الخاتم وكي وصل روحي يا بحيده اودي يا مصطفى لو كنت شتاه البارح كي كان وما اليوم ناض الصباح نشرب القهوه اضربها فطور بيان لا اليوم راه غايه مصطفى اه انا الحاج كي راك الحمد لله حميد الحوانيت اللي لتحت راهم ليك بارك الله فيك سي الحاج حاج انا مصطفى واه نعرفك حميد الدوش راهي ليك الله يرحمك الحاج الحاج انا مصطفى الحاج واه انا عارف ان انت مصطفى حميد ما تنساش روح عند النوتير باش تروح اهل البنكه هو يفهمك على دوك الصوالح عدم الله الاجر الحاج الحاج مصطفى انا وانا يا ابن عمي حانوت ولا دوش على تراك غير دخلتك الموت غادي يخرج على الطرف غادي يخرج الدود يا ابن عمي لا لا ارجع 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 حانوت يا ابن عمي حانوت حانوت لا حبك ولا الدود حانوت يا كوني الدود والتراب شكون قال هذا الجبالي قبله هكا الحاج يا هكا يا وانت يا عظم الله اجركم يا اي قلت لك يا حميد عندك واحد كان يضرب مات مات قلت لك نخرجك ساحرة سادة غادي نوضح ساعبي صابة وغادي نبرد كل صابة غادي نعطيها صابة وغادي نحكيها صابة